سلام وتحية لكل الأصدقاء متابعين هموم ومشاكل وحلول دائما عبر تلفزيون لبنان. وقت اللي بيكون معنا ضيف مدير مسؤول رئيس مجلس إدارة بيكبر قلبنا عندما يكون قادر على إلاء كل الأمور حقها. وقت اللي منطرح عليه مشكلة سريعا يجد الحل، ومنقدر نقول يعني هو المدير الوحيد يلي سعى بالتواصل مع كل الناس عبر بيانات توثيقية متتالية تيخفف عنهم ويقول لهم يا جماعة الدنيا بعدها بألف خير، ونحن رح نسعى لحتى نقسط على دفعة 2 3 4 وأكثر. دائما متساهل، دائما متفائل، وبيقول أنه العبرة دائما تكون بخدمة كل الناس، لأنه المركز موجود هو فيه تيكون حد كل الناس من خلال الباب المفتوح دائما، هذا غير الهاتف المفتوح دائما على كل التواصل مع كل الناس. بنرحب بمدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا. سعادة المدير العام، بدي حييك اليوم بالاستوديو، بتمنى بكرة نعملكم زيارة بمشروع من مشاريعكم لحتى نعطي فكرة عن أهمية الإنجازات اللي بتسعى دائما تتخفف مش بس أقساط المياه اللي قصدتها، ولكن توصل المي عبيوت الناس بطريقة ما فيها أي من المشاكل. أنا بشكرك دائما على الاستقبال الرحب هيك اللي بتعطيني إياه، وبالوقت ذاته أنا بحس إنه هذا واجب عم بعمله، ما في لزوم هيك الإنسان كتير يشكر. أنا بموقع مسؤولية كبير خاصة هالأيام، نحن بموقع أدق موقع اليوم بعتقد بالدولة اللبنانية اللي هو المي. نعم. ونحن مشاكلنا بلبنان اليوم كلها مرتكزة على المياه. الكورونا اجت ما لها حل إلا المي والنظافة والغسيل. المشاكل الاقتصادية اللي عم بتصير، الناس رجعت كلها على الزراعة، رجعت كلها الناس على ضياعة، على بيوتها، الناس زارعة على السطوح البنيات، على الفرندات، كلهم بدهم مي. ونحن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بما انه نحن اكبر مؤسسة بلبنان اليوم، يلي نحن نخدم حوالي 1.5 مليون من الشعب اللبناني. تحديت الكورونا، بدي اقطعك، تحديت الكورونا. نعم. وكل شيء كان ماشي عندكم. ليك الانسان غير ما يتحدى بتفاؤل ما بينجح. لانه في قرار يعني حل تعبئة عامة، انت قلت انه بدنا نخلي مصالح الناس فوق كل اعتبار. اكيد نحن لو نحن التعبئة العامة لو قعدنا ببيوتنا كنا خربنا. نحن المؤسسة بقينا لحالنا على الطرقات، نحن الموظفين عندنا بقوا يجوا على اشغالهم رغم التعبئة العامة تنقدر نخطب الناس، يعني هذا الشيء كان واجب علينا، ولو ما عملنا هيك بعد كان مشاكل. 1713 دائما هن بتصرف كل الناس اللي هلا عم يسمعونا، 17-13 هن على طول بانتظار كل شكاوى. 17-13. نعم. طب اللي بدي اقوله يعني سعادة المدير العام، اليوم كثير مهم قبل كل شيء، الوضع الاقتصادي صعب كثير وكل الناس اليوم بيحكوا وبيسالوا، ولكن انت اتيت باول بيان وقلت الكورونا اجت نسيتهم، بنرجع بنعمل بيان ثاني تفصيلي اكثر. يا ريت بتشرح لي للناس اللي هلا عم بيتابعونا قديش ممكن نتساهل معهم بدفع اقساط المياه. بالنسبه للتسهيلات بالمؤسسه مثل ما حكينا مرة الماضي، انا الموظفين اللي عندنا هن ناس كمان وعندهم اهل وعندهم اصحاب وعندهم قرايب، كمان بيسالوا اذا في تسهيلات. هيدعنا على المشاكل اللي عندنا اياها الماليه، عملنا تسهيلات كثير كبيره بالمؤسسه، واهم من اهم التسهيلات هي كنا عاملين ندفع رسوم المياه، كانت اساسا فرض رسم بالسنه، عملناها 4 مراحل. وقت اجى الكورونا وقفنا المكاتب ووقفنا كل الناس، رجعنا اليوم رجعنا عملناها 4 مراحل، اللي كان مش ملحق يدفع المراحل الاولى، اليوم من اليوم في رجع يدفع 4 مراحل لاخر السنه. فينا نوضح اكثر؟ نعم. قديش يعني بندفع قسط مي اليوم؟ المتر الواحد ب 340,000 45,000، فيك من هلا لقبل اخر تموز تدفع 80,000، لقبل اخر ايلول 80,000، لقبل اخر تشرين الثاني 80,000، لراس السنه 80,000 بكون دفعته. يعني بالاجمال المي بلبنان بعدها كثير رخيصه. 4 دفعات على 80 320 بيعمل. لا 300 هي 300 بين 320 و 320 حسب. بيجيها اشياء زياده على ورقه البول. نعم. او شيء. انا معك. الشيء اللي بحب اني اقوله للمواطنين، بلبنان بعد المي رخيصه. هلا في ناس ما عندها مي بتقول لك عم بدفع مي، بلبنان بعده المي رخيص، لانه اليوم نحن بالوضع كل الناس مية الدولة قصدك رخيصة. مية المؤسسة مش مية السيترنات. مية السيترنات أنا ما خصص فيها. يعني بدها رخيصة. نحن عم نحاول نحمي الناس من مية السيترنات. وصراحة معك حق، السنة غالية كثير، ومن هيك طلب كثير على مية الدولة، صار في كثير طلب، الناس ما بقى تحب تشي سيترنات، أول خايفين من الكورونا، وثاني شيء صار غالي. طيب 70,000 و100,000 السيترن. بعدنا باللبناني على كل حال. بعدنا على اللبناني، وكل الناس بعدها على اللبناني، بس صار يحكوك عدد دولار. هذا الشيء
بحكي انا باسم المؤسسه وباسم اربع مؤسسات بالدوله، شمال جنوب البقاع، عم نواجه كثير صعوبات. نحن بعده عم نعمل جبايه على اللبناني حتى وصار نعم وال وكل شيء، وصار كل شيء عم تصليح موتور صيانه الناس كلها صارت على الدولار. ما انتم بالدوله المتعهدين اخذ مشروع منا على الدولار 1500، اليوم بيجي عندي بقول مش عارفين نكمل المشروع. يعني نحن بادق مرحله قاطعين فيها كمؤسسات، بس من هيك على طول بنناشد نعم انه المواطن يواظب ويدفع متواجباته للمؤسسة، تضل هالمؤسسة تقدر تشتغل. سعادته اليوم نحن بمقابلة معك بمطلع 2020 بالشهر الأول قلت أنه أنت خففت لجان ومشاريع، شو هو المشروع اللي لك ما فيني كفيه اليوم؟ أنت مخفف من أول السنة. لا نحن في عندنا مشاريع، الخطة الخماسية اللي عاملينها، نحن عاملين خطة خماسية يعني تنقدر نعطي مي 24-24 لكل مؤسسة، لكل بيروت جبل لبنان. في خطة كبيرة عاملين تغيير شبكات، نحن عم نين لأبار، نحن عم نعمل، نحن عم مساهمين بسد جني، عم نعمله جر مياه الأول من جنوب. في خطة ممكن نطلع بحلقة من سد جني مباشر؟ ايه فيها نطلع. لا لا مسموح نطلع؟ ايه أكيد. لا لا نعم بسألك لكن كيف لكن مسموح؟ لكن الناس ما بقى همها شيء، الناس ما بتشرب مي. نعم يعني وصلونا لمحل خي يجيب لي مي، ما بدي اسمع عنك شو بدك تعمل لي. انا بعرف وانا مع هالناس، في مواطنين بعثوا لنا المي بدكم يعملوه، يعني ما بقى لهم جلاده لان الناس تعبت، الوضع بالبلد نعم. كثير ثقيل منه خفيف. طب اليوم يعني انا بالاذن منك الناس هلا قصه نيلون على ثلاث اربع دفعات مثل ما انت تفضلت، اربع دفعات على اربع دفعات، ولكن اللي ما عنده عيار بالمره وبده عيار كمان بيلحقوا طرطوشي بالتقسيط. لا نحن اليوم عاملين حمله عملناها من شهر انه ترجع اللي ما عنده عيار يقدم طلب عيار. اليوم عاملين ما من حملوا غرامات؟ لا 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 لا, لا شلنا الغرامات، وحتى عاملين تخفيض على اساس العيار 80%. يعني اللي ما عنده عيار كان يكلفك 250,000 او 230,000، اليوم بكلفك 120,000 بتاخذ عيار. هيدا عاملين تخفيض على هالموضوع اذا كان عيار او عداد. واللي اليوم عم بقولها على التلفزيون يلي عنده مخالفه يجي قلنا انه عندي مخالفه، بنشيل المخالفه بنسوي له وضعه من دون اي غرامه ماليه. لا سمح الله رجع عيد الغرامه بصير في نيابه عامه. نحن اليوم ما عم نقطع مي، ما عم نعمل غرامات، لانه عم نشعر مع الناس، بس بنتمنى الناس تشعر مع بعضها وبين بعضها انه يساعدونا تنقون المؤسسه وننظم الموضوع. ساعتك عم تحكي عيار او عداد، بعدنا اليوم ضايعين بين نعم. عيار ولا عداد؟ نحن بالمؤسسه اخذين قرار من هلا الخمس سنين صار كلها عدادات. بس ولكن في مناطق بعد ما فيهاش المي 24-24 مربحه اكثر يعني؟ نعم مربحه اكثر. لا بالعكس بالعكس بتخسر اكثر. بتعرف ليه؟ لانه على طول بيفتح عياره بياخذ كميه المي تبع غيره. بس يصير عندنا 24-24 بكون كلها صارت عدادات، والعداد منيح للمواطن ومنيح للمؤسسه. للمواطن بوفر شو لازم يدفع رسم، وللمؤسسه بتخف مصروف المي. طب سعادتك نحن عم نحكي عن المي وبلاحظ انه هو هم لك لانه عم بتقول انتم مصرين على الخطه الخماسيه وغيرها، ولكن في تصريح لفتني لك قلت انه الله خلق لبنان وتضريسه تنقدر نعمل فيه سدود، يعني انت عن قناعه عم تحكي عن السدود. لك انا ماني خبير سدود، انا مش خبير مائي وجيولوجي، انا بشوف وبقرا تقارير بحس انه بالسدود عم بتحل مشاكل كثير كبيره. وبعطيك مثل حسه مثل ما اعطيتك اياه المره الماضيه، كسر وين؟ وسط كسر وين؟ ما عندي مشاكل مياه، لا في سد. شو بتقصد بوسط كسر وين؟ وين يعني؟ شبروح. نعم شبروح بيصقي الوسط كسر وين وللساحل، ما عندنا مشاكل المي هون. القيسماني اليوم بس خلص القيسماني، ما عندنا بعبده ومناطق فوق اي مشكله بالمي، بس خلص القيسماني. يعني وين عندنا؟ باللايع بالمتن بمتن العيلة في عندنا بحيرة تعتبر السد، ما عندنا مشكل. من هالمنطلق أنا بقول إنه السدود اليوم هي بتحل المشكل، مع إنه فيها نعمل آبار، ولكن برجع بعيد البير بيكلف أول شيء شغل وحفر أكيد مثل السد، بس ولكن تكلفة دائمة لمازوت لسحب مي ولترومبيت ولصيانة ولصيانة على طول وأساطر اهتروا وشيلوا نحطهم 100%. دعنا عن هيك، نحن أنا بعتبر انه المياه الجوفيه بلبنان هي الثروه المائيه تبع لبنان، بناخذها بعدين في حال صار في شح، ما عاد في امطار، صار في جفاف، ميتنا الجوفيه هي اساس لنا، هي ثروتنا وقتها بنستعملها. طيب يعني نحن بنحكي عن كهرباء وبنعطى الهمة ونقول سدود ومعامل وغيرها ممكن انه تقدر تساعد المواطن يعني، ولكن المياه مثل ما تفضلت وقلت كمان شغله منها هيني، يعني انت قد ايه بدك وقت لحتى تقدر تقول 24 على 24 كل الناس بتاخذ مي،
مثل ما ببعض المناطق تنعم يوم بفضل السدود يلي انت قلت هون وهونيك، ولكن الى اي مدى قادر على تنفيذ كل شيء عم تقعد فيه ساعه المدير العام؟ اول شيء بعد المي اهم من الكهرباء، نحن بنعرف من زمان بالبدو من زمان بده يعملوا كانوا مناطق يقعدوا فيها، يمشوا الصحاري وان في واحد مياه يعملوا قعده ويعملوا ضيعه. اهم من الكهرباء، من 2000 سنه ما كان في كهرباء بلبنان، بس كان في مي صار في لبنان. نحن من هيك بقول لك في مسؤوليه كثير كبيره بهالقطاع، قطاع كثير مهم. انا الوعود اللي عم بعطيها مصر كل كلمه قايلها انا احاسب عليها بالمستقبل، ولكن الظرف اللي نحن فيه اليوم بخلي الواحد يحط عليه الاستفهام. انا مين بيقول انه الدولار بده يطلع بهالطلعه وانا متعهديني كنه على 1500 ليره؟ مين بيقول الناس ما بقى معها مصاري تدفع حق مي؟ مين بيقول بصير في تراجع بالمدخول للمواطنين؟ رح يبقى الوضع هيك؟ حالهم. هذا الوضع اذا انا بدي اقول لك رح يبقى هيك او مش رح يبقى هيك هو عم بضحك عليك، لانه ما بعتقد حدا عارف. انا بحترم موضوعيتك لانه قلت لي انا بالسدود يعني بقرا وبتابع وتقارير. نعم. طبعا بالاقتصاد كمان بتقرا وبتتابع لتتابع خطه الخماسيه اللي عم نحكي عنها. نعم، الخطه الخماسيه بعدها ماشي، يمكن تاخرت شوي في مناطق. على 1005 بعدها ماشي؟ على الدولار يعني؟ اكيد يعني بالتضحيط يعني ماشي، بس في مناطق مثلا حابين نعمل شبكات اخرنا عنها. نعم. في مناطق حابين نعمل لها ابار تاخرنا عنها شوي، وعندي مكان منطقه يعني ناطرين الناس انه نبلش عندهم، نحن تاخرنا لانه ظرفنا ما بقى فيه، نحن موصفين ندفع نص معاش من شهرين، يعني في تنضل نص معاش ليه لحتى تقدروا تستمروا؟ لا او شيء كان في تعبي او تدري شيء في استمرار. انت كنت لمحت وقلت يعني انه نشتغل بنص معاش احلى ما نقعد ببيوتنا أكيد. كلنا لانه نحن بتحكينا المؤسسه بس بتعيش على الجبايه، نحن اذا ما في جبايه ما في تكمل شغله. قديش نسبه الجبايه اليوم استاذنا؟ تحت ال 50%. تحت ال 50%. شيء مزعج كثير وشيء بخوف، لانه اذا بقينا هيك ما رح فينا نكمل، نحن ما رح فينا نكمل حتى نوصل نكمل ندفع للموظفين. قلت لي انه انتم ما بتقطعوا مي. ما عم نقطع مي. ما عم نقطع. ماشيين بين النقط، لانه نحن بالمبدا مع الناس انه تكون مرتاحه، نحن وضع الناس منه سهل اليوم، بالوقت ذاته بنطلب من الناس تلاقينا. اوكي انا معك، قرار قطع المي هو للمدير العام رئيس مجلس الاداره ولا لمجلس الوزراء اللي بياخذ قرار؟ هذا قانون ما فيش قرار. نعم. هذا اللي ما بيدفع مي بيقطعوا له مي، هذا بالقانون. نحن عم نتحدى القانون؟ مش عم نتحدى القانون، عن ليك قول ظرف استثنائي بلبنان، ايه او لا؟ في ظروف استثنائيه، نحن اليوم بظرف استثنائي، بس ولكن ما في مجال نضل ماشيين بهالظرف، يعني نطلب من المواطنين على طول يعني يتلاقوا معنا، يتلاقوا مع المؤسسة، يتلاقوا مع موظفين المؤسسة. في محل ما رح نقطع مي، بس ولكن ما فينا نحرم مواطن على ظهر مواطن. مواطن عم يدفع رسومه، مواطن عم يدفع يعمل واجباته، والتاني ما عم يدفع، نقدر نحرم التاني منه. بدنا ناخذ قرارات بعدين، بس نحن اليوم عاملين لانه ظرف استثنائي عاملينها هالفترة التسامحية للمواطن. طيب اليوم يعني لو بتخبرني شوي عن المشاريع يلي انتم هلا ضمن الخطة الخماسية مسؤولين عنها، شو هن ساعات المدير العام؟ نحن عاملين تغيير شبكات بكل المناطق تقريبا. وين صرنا اليوم؟ نحن صرنا مغيرين اساسا، المؤسسه مغيره بين 40 و 56 57% من الشبكات، عندنا تقريبا بعد شو 40% تغيير شبكات، في شبكات مهرجه عم نغيرها بالكامل وفي شبكات عم نصلحها. على حسابكم ولا مدعومين من برامج اوروبيه او هبات؟ على حساب المؤسسه. نعم. ده كله حساب المؤسسه. نحن في مناطق عم نعمل فيها ابار، وهالابار بدها محطات تكرير كمان ماشيين فيها. ابار لشو؟ للمياه. نعم، عن اي مناطق عم نحكي نحن؟ المناطق اللي مش حطالها سدود مثلا. نعم. المناطق اللي بدها مأخرة كثير على السدود مثلا، في عندك مناطق بعدها ما في مي نهائيا فيها، بنضطر نعمل لها بير، نعمل لها محطة تكرير، ونعمل لها شبكة نوصل لها، كمان ماشي بالخطة. في عندنا سد جني نحن ماشيين فيه، وعندنا مشاكل كثير كبيرة اليوم بسد جني، لأنه الدفع بالدولار. خبرني عنه سد جني. سد جني هو المشروع يلي ايمتى سينجز؟ تأخر؟ بالمبدا بعده ماشي مضبوط، يمكن يتاخر صار شوي لانه هالظرف اللي احنا فيه، غلي الدولار والمتحد هو اجنبي، متحد برازيلي عم بيطالبنا بده يقبض بالدولار، كان يقبض باللبناني على اساس دولار 1005، ما عم يقبل بقى تشيكات باللبناني لانه صار بده دولار، صار برا ال 4000 دولار اللي هو، عم نعمل نحن وياه هيك حوار انه نضل نظبط الامور كيف تمشي، صراحه في تعسر بهالموضوع، اضافه الى الكورونا. هن 350-400 شخص بيشتغلوا هونيك بالسد، يعني كمان تباعد اجتماعي وكذا، كل الاجواء عم تيجي شوي عم بتاخر هالموضوع، ولكن السد بعده مصرين انه يمشي ونكمله. وقت اللي بيمشي قد ايه بده وقت؟ بعده مينيموم سنه ونص.
شو بيقدر يوفر من خدمات مياه؟ سجلني نحن ببيروت هون معنيين فيه؟ كله هو بيروت. بيروت 30 مليون متر مكعب لبيروت و9 مليون و8 مليون لجبل. بالجاذبية رح توصل بالجاذبية بتوصل على دبي، من دبي بتوصل على بيروت. بس يمشي سجلني كل اهل بيروت بياخذوا مي من جني؟ 60% من بيروت، من ساحل المتن وبيروت تاخذ من جني، وعندك جر مياه الاولي بتغطي كل بيروت، اضافه الى سد بسري. جر مياه الاولي عم تقصد سد بسري يعني؟ نو غير بسري. غيره؟ بسري هو سد بسري، وفي جر مياه نهر الاولي اللي عندنا، اللي عم نعمله نحن محطه تكريم. التونيل اللي انعمل الشهير يلي وصل لخلدي ولا بعد؟ نعم ايوه هيدا التونيل عم نعمل هالموضوع. هاي المنظومه اللي عم نحكيها نحن بعد انه بعد 5 سنين بصير المؤسسه 24 مي، وبوقتها بصير في عدادات، وقتها بصير في عنا بتخف الابار، بنوقف الابار كل الموجوده، عنا في محطات للتحليه، عاملين محطه بالحدد اليوم بنوقفها، بتكون الناس ارتاحت، بس الظروف اللي عم بتصير اليوم عنا بنتامل، وانا عندي امل دائم انه نحن على طول لقدام، ما بخاف، وعلى طول في امل، وعلى طول نحن عنا رجاء، بلبنان قاطع عليه كثير من زمان، وعم بيقطع، ولكن على طول عم نتخطى، واليوم رح نتخطى ونقطع، وان شاء الله بيجي وقت نحكي هالامور تكون مشيت وكون ارتحنا. بس لابد من الاشاره انه نحن هلا عندنا مرحله صعبه ودقيقه جدا. ما في شك. يعني حتى ما نتخبى ورا خيالنا، اللي بدي اقوله انت قديش قادر على انك تستمر؟ قلت لي انه من شهرين بلشتوا تعطوا نص معاشات. لا اليوم انا بدي اتكل على الناس. اي تفضل. بدي اتكل على المواطنين، نحن عم نطل، عم نحكي، عم نعمل بيانات، تنحمل المواطن مسؤوليه معنا. حتى انه اذا ما دفعنا ما رح نستمر، لازم المواطن يحمل المسؤوليه معنا. شو يعني ما نستمر؟ يعني ما فينا نكمل بالخدمه اذا انكسر قصر قدام بيتك بالتلفيل اللي بده ما فينا نصلحه، اذا عندك عيارك ما في مي ما فينا نوقفه. كان عندك الدليفري السريعه بعد موجوده؟ طوارئ بعده ماشي 100%، عندنا خط الساخن، عندنا الناس بعد على الطرقات بعد بالحماس. خط الساخن 17 13 17 13، وهي الخط الساخن في كثير ناس انا عم بعرف من عم يشكى عن يشكروه، لانه هي خط الساخن بيجي عم يسال اذا تصلح المشروع، اذا تصلح الموضوع، وهيدا الشيء بيعطيك اندفاع، والانسان حاج بس يشوف هيك حدا عم بيشكره. هلا نحن الغريزه البشريه بتنبسط انه واحد يشكرك، بس هيدا واجبنا، بس بتنبسط انه عم تعمل شيء، وبس حدا عم بيسبه كمان بيزعل، لانه بكون نوايا غير هيك. انا اذا حدا سبني ما عندي ماي منه هالمدير او من هالفريق، كمان بكون مش بايدنا، بيكون في شيء غلط بالموضوع. طب ما في مي، قديش نسبة الشكاوى اللي بتتلاقيها وبتقدر تصحح شيء او تصلح شيء منها بصراحة؟ فيني خبرك؟ خبرني بصراحة. نحن بأيار انا سميتها عصفورية المياه، تليفون ما بينام، عصفورية المياه، عصفورية المي. ليه؟ الناس خايفة من الكورونا، الناس رجعت على بيوتها، قاعدة ببيوتها العالم، الناس كلها بتستعمل المي، المي هي قلت لك ما فيك، فيك ما تضوي، ضوي شمعة بس مي ما فيك، الناس بدها تاكل، بدها تشرب، بدها تزرع، بدها تعمل، كثير في طلب على المي، نحن اليوم بأصعب وقت نعطي مي، فتحنا الآبار الاحتياط. عندنا آبار كان احتياط، هيدي بنتركها للشح الشح الشح، اضطرينا نعطي منها شوي صغيرة، تنقوي نسبة المي قد ما كان في طلب على المي، ولكن بعد الناس عم تطلب، وراح نقدر قد ما فينا نقدر نقاوم تنوصل للناس، وبقدر هون أقول في ناس عم يسمعونا اليوم أكيد رح يقولوا نحن ما عندنا مي، في ناس ما عندها مي أنا بعرف. في ناس بعد ما وصل لها سيستم بيوصل لها مايك اليوم، في ناس عندها مشكل داخلي عندها، في ناس عندها مشكل هيك جماعي بالمناطق، المناطق اللي عم فيها تقنين عم نقدر قد فيها نعطي التقنين بالتساوي، بس في حدا مثلا ببنات وما عنده مي 17 13 ببعثوا له بيروحوا حدا اللي عنده على العيار وبيظبطوا العمليه. طب اليوم نحن يعني بموضوع المياه اللي هي سنويا الشكوى قد تتجدد، بيقولوا المسابح وقت اللي بتفتح بتروح المي على البيسينات، واليوم صارت موضه انه على كل بلكون على كل تراس بتشوف في بيسين لحتى الناس ما يروحوا على البحر خوفا من كورونا، كمان بحاجه الى وفره مياه. كل هذه الاحوال انت كيف بتتابعها خاصه بتهريب المي للمسابح والبيسينات؟ لك هذه شغله شوي صعبه تكون صريح معك، يعني بعرف انه فتح بيسين فلاني على الشاطئ ما عادش عنده مي بالضيعه وراح على البيسين، يمكن اه بتسمعها اكيد، مش بسمعها وبعرف في كم محلات اللي بنعرفهم عملنا تدبير جذري لهالموضوع، في محلات بدك تضلك تتحايل لتعرف الحقيقه اولانيه، ولكن البيسين العجيب ليش بدنا نتحايل؟ يعني سعادتك مدير عام، رئيس مجلس اداره، السلطه بايدك. ليك هيدا انا بحب سالتني هالسؤال، الناس فكر انه انا عفقت الزر بجيب المي وبوقفها بفقت الزر، نحن 1000 على التليفون ريموت كنترول، نحن 1400 مستخدم وموظف بال بسم الله الله يزيدك.
على مدار مليونين زلمه. يعني الشغله منا كثير هينه ومنا سهله كثير. عم بتلمح انه العدد قليل، عم بتلمح العدد قليل، يعني 1400 أكيد على مليون. اكيد قليل. نعم. نحن القليل لانه لازم كان يكون اليوم اكثر من 2000، لانه نعم. الخدمة الناس عم نخدمها، يعني صار في نسبه كثير من الناس بنخدمها اكثر، بس التنظيم اللي نحن فيه اليوم عم نشد ونقدر نحاول نوصل لتنظيم، يصير في هيكليه للتنظيم، انه المراقب يحكي مديره ومديره يحكي مديره، مش دغري للمدير العام، هيدي عم نشتغلها ونجحنا فيها 60%، ولكن بعد في 40% بيقوم بتلفلي بقول له خيي تشكيت، بقول لي لا عم بحكيك لك، فانا اوصال تعرف اي واحد، يعني الشغله كثير بس هيدي شغله انت مسؤول عنها، لانه ما بعرف الناس بيعتبروك مع كل التقدير لل 1400 مستخدم وموظف مياوم مدير سمي اللي بدك اياه، يعني انت مصدر ثقه، وانا لمحت لها بالبدايه وهيدي انا بلمسها من خلال عملك انت كمدير عام، وقلت لك انك انت المثال يعني بهذا المجال، الناس عندهم ثقه فيك لانك انت بتحكي وبتنفذ. انا هيدا هو المطلوب اليوم. انا بشكرك بس هذا غلط. هذا غلط. الحق عليك. حق علي؟ لا حق علي. طب ما الناس الوقت اللي بيتوصلوا فيك الخير لازم كل موظف وكل مستخدم وكل غب طلب بالمؤسسه يكون مصدر ثقه. هن يكونوا مصدر ثقه، لازم نحن الموظفين هن يعطوا ثقه لاني انا عم بقول. بدي اقول لك الحق عليك، اذا بتسمح لي بدي اقطعك، انا مره حكيتك عن شكوى، بتتذكر وقت سن الفيل قلت لك على مستديره الحايك؟ مظبوط. بعد ثلث ساعه دقوا لي الجماعه قالوا لي في بوكلاند عم ينكش ويشيل ويقنع. طب ما هذه التلبيه لانه جان جبران عرف، لانه رئيس مجلس الاداره، لانه المدير العام هو هيك بده، ما بدنا نربح العالم جميل. انا اعرف بس انت شغلك المسؤول هونيك يعرف يظبطها. طب انا قال يعني هذا المؤسف، يعني بدنا نحكي بصراحه، ثقافة خدمة الناس بلبنان مش موجودة، 30 سنة قلنا ما تعلمنا كيف نخدم الناس، تعلمنا كيف نظلم الناس. كلمة خطيرة هاي. أكيد أنا بقولها علنا. متحمل غيرك المسؤولية يعني؟ لا. ما قلت 30 سنة لورا. 30 سنة أنا ما كنت هون ب 30 سنة، كنا مسافرين. بتأسف إنه بيجي موظف كانوا يتلفون له ما يرد على التليفون، هلا صار يرد. شو بيصير عندك إذا ما رد؟ يعني أنا مقطوع على المي عندي، وعندي موظف هو بتلفون ما برد، وين بده يروح؟ بصير بارحش بياخذ رقم المدير العام. شو يعني؟ وسهل كثير ياخذ رأي المدير العام لانه الكل بيعطيه، بدي اقول يعني مدير، بدي اقول لك شغله وشغله كثير اساسيه، يعني من خلال كل هذه المعطيات انت جيت ببرنامج من وقت ما تكلفت لليوم كم سنه؟ الي سنتين. سنتين، قد ايه بتعتبر انجزت من اللي جان جبران هو بده اياه؟ لانه البعض بيقول انه هو مرحله انتقاليه اليوم، بكل صراحه مركزك الحالي هو مرحله انتقاليه من الى خدمه اكثر بالشان العام والى مجال اكثر. فيني جاوبك جواب هيك شوي قبل نحكي بالواقع؟ ايه تفضل. انا رئيس جمهورية، فخامة الرئيس سألني قال لي كيف لقى المؤسسة؟ شو قلت له؟ قال لي سألك سنتين كيف لقيت؟ قلت له جبران، خلي جبران بيقول لهم لبنانهم ولي لبناني، وانا بالمؤسسة لهم مؤسساتهم ولي مؤسستي، انا المؤسسة اللي بطمح فيها مش هي. بعد ما صار شو بدك؟ هلا يعني ست البيت عم تسمعنا وعندها مي، وفي ست بيت عم تسمعنا ما عندها مي. اللي ما عندها يعني مي الا شو بدك؟ اللي ما عندها مي عم بتقول قد ما يحكي مثلا انه معي بدي مي بالحنفيه، ولا عم تسمعنا مبسوطه في ما تسمعنا. نعم. مش بضروري تسمعنا، اللي عنده مي هيدي نحن عملنا له خدمه لإله واللي هي حقه، بس اللي ما عنده مي قد ما احكي شعر وثقافه واحكي مات واحكي ماتماتيك واحكي هذا، ما فرقنا معهم جماعه، صار بدهم مي. نعم. هي الحقيقه، المؤسسات حاج لازم تكون ماشي بالتسلسل من دون اي مشاكل، الفرق تكون موجوده على طول، الناس صادقه مع بعضها، تقدر تدفع، نحن نعطي الصوره للمواطن كيف لازم يتعامل مع المؤسسه، انا شو بفيدني اذا في عندي ناطور مي بيقبض 20 دولار و50 الف و6 تجيب مي حتى يقطع مي هون ويقطع مي تجيب هون، هيدا بتضر كثير عم بتصير، بس ولكن بلشنا نخففها. مين بيتابع عندك؟ مين بيوزع الاشغال؟ مين بيراقب؟ نحن عندنا يعني رؤساء دوائر. انا معك، عندنا مدراء، عندنا في مدراء توزيع، عندنا رؤساء دوائر، عندنا رؤساء، هن بيتابعوا ميدانيا شو كل واحد بيتابع شو، هي المؤسسه فيها هيكليه. طب وقت اللي بدها تتخطى هذه المشاكل كل الهيكليه اللي عم تحكي عنها وتوصل لعندك شو معناته؟ هل قلت لك ايه؟ هل قلت لك هل بزعلني؟ هل بزعلني؟ بتكون في خلل بالموظف بدون تشتشد، بس فيك تشتشد تنكون صريحين، جينا لمحل معين قبل ما صارت هالامور اللي صارت معنا. كنت على راس السنه بدك تعمل حاجه. ايه لن توصل لواحد بيقول لك انا كنت عامل قرار وبعده القرار ماشي، ما فيك تشتغل شغلتين. بدك تشتغل بالمي لساعة 4، بدك تشتغل تعلم بعد دور روح علم بعد دور. لن بوصل انا بيصير الدولار 4000 وكان يقبض مليونين ليره، صار يقبض 800 دولار، عنده عائله، اذا بده يعلم بالجامعه بخليه بقى؟ شو هالظرف هيدا؟ انا بدل ما يكون البلد ماشي مزبوط وبدل ما يصير يقبض من مليونين يقبض 5 مليون ويهيئ حاله ويحط راسه كله بالمؤسسه، صار هلا بشوشر راسه بيجي ضد ضربه هون بيشتغل ضربه هون ويشتغل بالمي،
نحن بوضع استثنائي. أنا بحكيك بالسياسة الإعلامية، إذا نحن بلبنان لا سمح الله ما تخطينا هالظرف، رغم الشك كله بالمؤسسات المنيحة وقال مش منيحة، رح يكون كلنا على مستوى معين بعدين بدنا نزعل، بدنا نقول إنه في ناس شدت كتير وفي ناس ما كان شدة عم بيصووا ناس مثل بعضها. طب الناس هلأ اللي عم بيشوفونا وبيتابعونا بيسمعوا بعطل، بنشوف سريعاً أنت عملت بيان، مظهور عندهم مشكلة دفع عملت بيان، يعني مظهور. أنت جداً قريب من الناس، يعني هذا القرب مع كل تقديري كمان للي عندك، أنت عم تاخد من أدوارهم، يعني عم تعتبر أنه جان جبران عم بيقدر هو يكون بالواجهة مع الكل في محل. رح أكون صريح معك، أنا ما بياخد أدوارهم، أنا بياخد منه المعلومة وبعملها. نعم. أنا ما بياخد أدوار حدا، بس ولكن في ناس معنا في 5-10% من الموظفين بيشتغلوا اكثر مني، بيتابعوا اكثر مني، بيسرقوا اكثر مني، هن اللي بيعطوني، هن انا بقدر اعطي. وفي موظفين عم بقول لك عنهم مع الاسف بعد ما ركبوا مزبوط، وانا لو وضع الحاله مزبوط نعمل انتفاضه داخليه من جوا ومنشيلهم يا منعاقبهم، لانه في كثير ناس مش عم محميين يعني؟ لا ما حدا محمي. هلا اني بتعرف شو اللي حميهم؟ الوضع الانساني. طب اليوم نحن عم نحكي عن انجازات وعم نحكي عن مشاريع وخطط خماسيه، وبتمنى انه كتلفزيون لبنان يكون لنا يعني مشاركه معكم حتى نضوي على هذه المشاريع للناس يعرفوا شو عم نحكي. ولكن على الارض يا ريت انت هلا بتخبرني وين عندنا مشاكل مياه، وين في شكاوى بمناطق اكثر من غيرها، وين عم تنقطع المي، وين ما عم تجي لك؟ نحن انا قالوا لي ببيروت شارع مار الياس ما في مي، شارع مار الياس ما في مي، بيكون مأنن يعني، بيكون يوم ايه يوم لا او يوم لا يوم ايه لا. ما الناس بيقولوا لك بتجي هالميله بوجنا معنا، يعني ما بعرف كيف مقطع، كيف مقطع لك صراحه هل التفاصيل ايه بدك منفوت فيها ايه بس اوكي. بالاجمال كل وين ما في مي ببيروت؟ ببيروت ايه؟ ببيروت في تأنين. بطاقتك انت وين؟ في تأنين للمي. لا بجبال عندي تأنين للمي. كان عندك زياره جبال الماضيه على جبال؟ ايه عندنا زياره، وان شاء الله جبال من هلا لشهر بتتحسن مظبوط، لانه كمان كان في رواسب من زمان بخط الجر قديمه. نعم. ناس اخذه منه، كان في شكاوى عليه، كان مكسور، عم بيتظبط، عندي خطه كبيره لجبال. كسر وين؟ بالمبدا في مي، قلنا في سد شبروح والمناطق. نعم. العليا في مي، في بعض التأنين لانه كهرباء ما في، مازوت ما في، يعني عم نحكي يعني بدنا ناس تفهم انه الموتور كان يمشي على المازوت. طب انتم تابعين لوزاره الطاقه، كيف بتقول لي مازوت ما في؟ ما انتم الطاقه كلها نحن تابعين، بس المازوت نحن عم نجيبه على حسابنا مش وزاره الطاقه. طيب يعني انه من وين؟ ليش ما في؟ لانه ما انت بتعرف البلد كل يوم في المازوت خف. بس ما انتم اقرب يعني، هيدا قصدي. لا لا نحن نحن كمؤسسات نحن عندنا كونتريات مع شركة بجيبنا مازوت، وهي الشركة بتستورد مازوت من برا. هلا ما في مازوت ولا عم تدفعوا غالي؟ خف المازوت، خف المازوت، من هيك كهرباء تأنين قاتل، الموتورات مازوت خفيف، من هيك في بعض الصرخات بتضيع. هذا شيء كثير مهم اني نوضحه للناس، مش انه لانه ما في كهرباء ما في اليوم مي عندنا بيكون الموتور واقف لانه ما في مازوت او تاخر على المازوت. المتن ماشي حاله، كمان في تأنين من ورا الكهرباء ايام من ورا الموتورات، وهو لو في كهرباء احسن بكثير، المحطات بتمشي اكثر. واليوم صرنا نعمل كونتريات دغري مع شركه الكهرباء تعطينا خطوط تضلنا ماشيين. وكسر وين طمني؟ كسر وين كثير منيح، انقطعت يومين ثلاثه ماشي. ايه لانه صار في هالعطل اللي صار. بيروت بيروت يعني المي اللي عم تيجي على بيروت. نعم. هي يعني بدها بيروت بعد 100,000 متر مكعب مي بالنهار تسكر كل ال 24 من هيك ماشيين بالسدود وماشيين بجر الاولي. وهالخطه الخماسيه اللي عم نحكيها مش بس ل للسدود وللجر الاولي، خطه خماسيه لضبط الشبكات، لضبط الهدر. نعم. لحط عدادات لتحسين الابار، نوعيه المي، هاي الخطه الكبيره اللي عاملينها. واكثر من هيك تنسهل على الناس اليوم، تما الناس تضلها مرتاحه. هلا انت من تليفونك فيك تدفع فاتوره ميتك اللي كيف يلا اليوم بتفوت على التطبيق تبع المؤسسه www.rasid.gov.lb بتفوت على التطبيق بتشوف شو عليك مصاري، شو فيك تدفع، اي ساعه فيك تدفع، بتسال سؤالات بدك اياها على التليفون وبيجاوبوك على التليفون، اذا عندك شكوى فيك تعملها على التليفون. صار بيجوا 17-13 تسهيلا للناس، خافوا الناس من الكورونا، تعالوا نبعث الجيب يدق عليهم، عملنا هذا التطبيق من خلال الكورونا. هلا في كثير ناس عم تدفع وناس عم تتفاعل معنا وعم بفوتوا معنا وعم بيقدروا. في ناس من برازيل دفعوا، في شخص بالبرازيل دفع على تليفونه لهون، دفع على المي تبعوا له، هيدا الشيء اللي عم نقدر قد ما فينا نعمل نسهل للعالم. حدا سالك انه انا يعني ليش بدي ادفع مي اذا ما عم تجيني المي؟ بصراحه ليه كثير بيسالوا، كثير بيسالوا، بس مش ممكن ما تجي المي على طول. ايه
بتكون عم تيجي كمية معينة، بس لما تيجي المي لك تنحكي شوي تقنيا العيار هو متر. ايام الناس نعطيهم اكثر من وسط العيار تي وقت تكون في مي ياخذ اكثر من متر، يعني اذا تنهار ما كان عنده بكون عنده، بكون هلا صار عنده بهالنهار. يعني في محلات معينه عم تنظم الامور، بس ولكن ما فيك تقول لي مش عم تجيني المي ما بدي ادفع، ما كيف اذا انت دفعت انا كيف بجيب لك المي؟ ما كيف عم بوعدك تجيب لك المي؟ بهالمسؤوليات اللي عم نلمهم بهالمؤسسه هالصندوق المستقل تقدر نشتغل للناس. يعني انا بكل المقابلات اللي بعملها معك بشعر انك انت بالرغم من كل ما يحيط فيك متفائل. اكيد ليك اذا ما كنا متفائلين مش بس بنسقط بشغلنا، نفسيتنا بتسقط، تفاؤلك مبني على ايمان. اكيد اكيد نحن لو ما عندنا ايمان بربنا وعندنا ايمان بهالوطن، لو ما عندنا هالايمان كيف بدنا نكمل؟ ليك اللي عم تسمعوا اليوم بلبنان بنو هي شبابنا اولادنا بصيروا يفكروا شو عم بصير، وهلا عم بيقولوا لي جاي موجه ثانيه من الكورونا، بتمنى لا يعني هذا اجت لا يكون في احباط لا ايلول اقوى انا يعني بعتبر لا وان شاء الله لا ان شاء الله يا رب. واذا اجت بنكون كمان بدنا ندافع وبدنا نعيش مثل ما كنا عايشين. انتم قادرين تستمروا بالشكل العادي بهذه المرحله اذا الناس دفعت المتوجبات؟ نحن بنقرب فشخه والناس بتقرب فشخه، نستمر احنا وياهم الى حين نقطع هالمرحله. نحن قربنا كثير، نحن عملنا تسهيلات كثير، نحن عم نشوف. فينا نذكر بالتسهيلات بالختام سعادته، فينا نذكر اذا بتسمح لي بالتسهيلات انه التسهيلات اللي عنده انا رح اقول لك تسهيلات. نحن عندنا اربع دفعات. تفضل. ابتداء من قبل اخر تموز فيك تدفع دفعه، قبل اخر ايلول، قبل اخر تشرين، وقبل اخر السنه. بنذكر انه الدفعه هي مبدئيا 80,000 تقريبا حسب شو اخذ، اخذ متر او اخذ مترين حسب. نص متر ما بقى فيه. نعم لا نص متر ما اساسا ما في. عندنا تسهيلات بالغرامات. شلنا الغرامات 85% من الغرامات شلناهم. واللي ما عنده عيار، اللي ما عنده عيار بيجي بيقرب من دون ما كمان ناخد. في اعفاء. نعم في اعفاء. نعم. يجي يقرب. اوكي وضحت. عندك تسهيل عمليه الحصول على اشتراكات جديده للمشتركين. نعم ما بيترتب عليه شيء، بيقدر ياخذ اشتراك جديد لو ما كان عنده عيار. ما بيترتب عليه؟ لا يعني ما بيترتب. لا في لا بتقول لك شو، لانه بالبناية اذا ما كان عندك عيار عم تكون سارق مي. نعم ما عليه تقدم بدون ما تقلنا انك اخذ مي مغاشي بيمشي الحال. تخفيض بدل تاسيس الاشتراكات 60% للعيار. اوكي و 78% للعدات مخفضين بتقرب 60% للعيار. تخفيض تغيير الاسم اذا الاسم المشترك بده يغير من الى 90% تخفيض ماشي ما بكلفك 5000 ليره. وعندنا دفع صافي تسهيل كثير للدفع، بتدفع فيك تدفع للمشتركين السابقين يلي عندهم ذمه ماليه كانوا يجوا يدفعوا دغري بالمركز الرئيسي بفرد مره، هالمره كل الدوائر تاخذ دفعه الذمه الماليه وعلى سنتين. اوكي يعني فيك بجبال بيجي بيدفع بجبال بكسروين ما بقى يجي على بيروت، كان يجي على بيروت. وعندنا فيك تدفع بالاو ام تي، فيك تدفع بالاونلاين مثل ما حكينا، فيك تدفع بالدوائر، فيك تدفع بالبنك، يعني تسهيلات دائمه وموجوده. عندنا بروشورات بكل المواقع عم نوزعها للناس. نحن قدمنا فشخه، بدنا المواطن بس يقدم فشخه تنقدر نكمل نحن وياه ونستقبل هالمرحله الصعبه، لانه المي كثير مهمه. أوكي. مش هينه مؤسسه مي توقف من الشغله، مش هينه لا سمح الله بكون عندنا مشكله كثير كبيره ان شاء الله. لا يعني الله يقويك وياخذ بيدك. المهندس جون جبران مدير عام مؤسسه مياه بيروت وجبهه لبنان، شكرا لك. شكرا لك. شكرا سيدي. اصدقائي فاصل للاعلان ونرجع نتابع سوا مشاكل وحلول. بعدنا معكم متابعين سوا مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. رح نتواصل مباشره تنطمن على وضع رئيس بلدية الغبيري قضاء بعبدة مع الخليل بعد الخبر الذي أثير حول إصابات الكورونا بمحيط الغبيري عقاريا. عبر سكايب بينضم لنا رئيس بلدية الغبيري مع الخليل. الحمد لله على السلامة رئيس، كيفك؟ يعطيك العافية والله يسلمك. بسم الله عليك بأحلى صحة. الله يخليك الله يخليك. نحن بنعتبر يعني الإصابة بالكورونا إذا صارت امر واقع بالنهايه، هذا وباء وقد نصاب. نعم. نحن اهم شيء ناخذ الوقايه بالدرجه الاولى. كمان الحمد لله على سلامه كل العاملين ببلديه الغبيري اللي خضعوا للفحوصات، ان كان شرطه ولا الفريق الطبي اللي صار له هالثلاث اشهر. نحن اسبوعيا تقريبا عم نعمل فحوصات كورونا. نعم.
إذا نصبنا فيها بالنهاية نحن عم نعمل واجبنا ولازم نكون على الأرض مع العالم. رئيس، ليش يعني التركيز على إصابة رئيس البلدية بصراحة؟ لأنه البلدية أصدرت بيان لحتى تقول أنه الرئيس لم يصب أبدا ولا أحد من العاملين، ولكن شو سبب يعني استهداف رئيس البلدية بخبر الإصابة صراحة؟ هلأ يعني ما بدنا نحط النوايا السيئة، قد تكون مزحة أو قد تكون لعبة وراها غايات خاصة. نحن بنعتبر انصبنا ولا ما انصبنا نحن عم نعمل واجبنا على الأرض. والإصابة هي منا منقصة ولا هي عار أنه إذا واحد انصاب اليوم كورونا لازم ينبذ من المجتمع. بالتالي هذا الإنسان معرض لهالجريب أثناء تأدية عمله، أهم شيء يكون عم يخضوا الوقاية هو والفريق اللي معه، لأنه بالنهاية البلدية مش واقفة على الرئيس إذا انصاب ولا لا، أهم شيء الإدارة ماشية، الشرطة، المفرز الصحي، كل العاملين. نعم. والرئيس واحد من هالشعب اللي قد يكون معرض، منا أزمة أبدا. الرئيس دائما بالمقدمة، يطول عمرك يعني، تبقى بهالهمة يا رب. بس اللي بدي أقوله أنه قرار محافظ جبل لبنان يعني عزل حي الحرج بمنطقة الغبيرة جزئيا. يا ريت بتوضعني بالصورة، قديش عندكم فعلا إصابات بعد كل فحوصات البي سي آر يلي صارت؟ لليوم نحن عنا 20 إصابة كورونا. صاروا موجودين 20 صحيح، موجودين بحيين ضمن نطاق بلدية الغبيرة. حي اسمه حرش القتيل في 9، وحي تاني اسمه حرش ثابت في 11. نعم. القرار من العزل اللي أخده سعادة المحافظ هو قرار صائب جدا لمنع التفشي، وبنفس الوقت لما لاحظنا في بعض الاستهتار وبعض اللي التصرفات الغير منضبطة من بعض القاطنين بالحي، كان هذا الإجراء ضروري وحاسم من سعادته أنه نحن نقدر نضبط الحي من خلال إقفال المحلات وإقفال المداخل له، وبالتالي حصر الوباء بمكان. لرجعنا عملنا فحوصات إضافية، إن شاء الله اليوم كمان بيطلع نتيجة الفحوصات. نحن عملنا حوالي 300 فحص بالمنطقتين لحتى نقدر نحصر ونعمل ترصد، واليوم كمان فريقنا على الأرض مع كل الهيئات الصحية والكشفية والاجتماعية والصليب الأحمر والقوى الأمن الداخلي، كلياتنا عم نشتغل لفكفكة الموضوع ونوصل لكل الحالات اللي صار فيها اختلاط. يعني اليوم نقدر نقول أنه بالأحياء المقفلة ممنوع فيها التجول رئيس؟ مش كليا ممنوع التجول، ولكن اللي ما له شغلة بهذا الحي أو غير القاطنين ما في لزوم يمرق فيه، وبنفس الوقت بدنا نحافظ نحن على المحجورين ببيوتهم وعدم خروجهم، لأنه بعض الحالات أنه بيكون محجور بحاول التفلت أو بيستهون بعض المسائل أنه ممكن ينزل يشتري غرض أو يروح يجيب غرض، فبالتالي هيدا الإجراء هو بحد من الحركة وبنفس الوقت بيعطي شوية انضباط بالشارع. رئيس اليوم يعني المفرزة الصحية بالبلدية أجرت تعقيم شامل للحي، يا ريت بتوضعنا يعني بهذه الإمكانيات اللي من خلالها قد تلجأ لها غير بلديات أو غير ناس عندهم إصابات بالكورونا، شو عملتوا تحديدا بالتعقيم؟ أولا شرطة بلدية الغبيري أقفلت المداخل الأساسية. نعم. المفرز الصحي ببلدية الغبيري وشركاء، لأنه اليوم نحن بالكثافة السكانية اللي موجودين فيها وعديد الشرطة ما بيقدر يؤدي الخدمة على 24 ساعة. نعم. نحن دائما في عنا شركاء مثل الهيئة الصحية، مثل كشافة الرسالة الدفاع المدني، نعم. مثل الصليب الأحمر، عم نقسم هيدي الأدوار بين بعضنا، بين تعقيم وبين خدمة اجتماعية للمحجورين وبين نقل وعزل مصابين، لأنه جزء من المصابين تم نقلهم خارج نطاق الغبيري إلى أماكن عزل متخصصة بالإصابات البوزيتيف. لوين يعني؟ لوين؟ صحيح. مستشفى رفيق الحريري؟ في مراكز خارج بيروت بلدية الغبيري عم تنسق معها. بيتوزعوا عليها بحسب الأعمار والجنس والعديد اللي متوفر بهيدي أماكن الحجر. هذا جزء، وفي جزء اللي عم نتابعه نحن كمان والجمعيات اللي هن المحجورين ببيوتهم اللي بيتطلب بعض الخدمات من تأمين مواد غذائية أو مواد معقمة أو اضطرارا كمان بعض الخدمات الخاصة الصحية الطبية الأدوية، فهذا كمان فريق تاني عم يشتغل على الأرض، وإضافة إلى فريق اللي هو دائما مواكب بالعزل كشرطة وتعقيم المداخل الأبنية والبيوت. فاليوم المجموع اللي عم يشتغل عديده كبير، نعم. بس ولكن منظم شوي ومهامه معروفة. رئيس، البعض قال انه البلدية اتخذت قرارات يعني او قرار باقفال بعض المحال بالمنطقة، يعني وصلنا لحتى نقفل بعض المحلات ولا لا؟ صحيح، اقفلنا كثير من المحلات، لانه جزء من هيدي المحلات دخلها
ناس مصابين او ناس مختلطين بالمصابين. نعم. بالتالي اليوم وتبين ان احنا امبارح معنا انه صاحب احد الافران كان مختلط بمصاب، طلعت نتيجته ليلا انه مصاب. فبالتالي كان الاجراء اللي عملناه نحن باول يوم انه اقفلنا هذا الفرن. نعم. يمكن لو ضلوا الفرن فاتح لامبارح بالليل يومين اضافيين كان صاحب الفرن نقل العدوى لعدد اكبر. بالتالي هذا الاجراء اللي بلغناه لسعاده المحافظ وكان هو باشرافه الاقفال الفوري للمؤسسات بهذا الشارع بعد حد كثير من الاصابات اللي ممكن تصير او تبين معنا اليوم او بكره. يعني ممكن يزيد العدد عن 20 رئيس؟ نحن بانتظار نتيجه 300 فحص انعملوا بالحيين. نعم. بين اليوم وبكره هال 300 فحص هن بيعطونا مؤشر قديش نحن وين بدنا نروح بتطور انتشار الوباء. فاذا كانت الامور مضبوطه بكون ممتاز جدا، بنكون وصلنا للغايه اللي بدنا اياها. وان كان في تسرب او تفشي كمان الرصد الوبائي بوزاره الصحه والمركز الصحي ببلديه غبيري بدهم يرجعوا يكملوا المهمه ليشوفوا هل انصابوا كمان وين اختلطوا خلال اليومين الماضيين. رئيس، يعني سؤال بديهي بيطرح نفسه دائما، نحن معالي وزير الصحه دكتور حمد حسن بيقول ما منخاف وقت اللي بنعرف مصدر الاصابه، يعني المصدر يلي ادخل الاصابات يعني بهذا العدد للغبيري، نعرف مصدرها من وين؟ صحيح، نحن في عندنا مصدرين، مصدر شخص يعمل باحدى معامل الخشب او المناشر الخشب في منطقه المكلس. نعم. هو نقل لعائلته، بعدين لاولاده، بعدين للفران والمحيطين فيه، ومطرح ثاني صار في اختلاط مع شخص بمنطقه الاقليم بمنطقه حرش ثابت واجى عند عائلته. الاصابات اللي هن التسعه تقريبا هن ضمن عائله وحده، جيران وساكنين فوق بعض عائله وحده، كمان هو نقل لهم الاصابه. فبالتالي الاصابات هن محليات وغير وليسوا من الوافدين. يعني من المكلس ومن سن الفيل عم تقلي حرش ثابت؟ من المكلس ومن حرش ثابت سن الفيل؟ الاقليم. يعني ايه؟ بهذه الحاله رئيس، يعني من خلال كل المعطيات الى متى رح يبقى يعني منع التجول او اقفال الحي او القرار يلي اصدره سعاده محافظ جبل لبنان، يعني سار المفعول بانتظار نتائج البي سي ار؟ نحن على تنسيق تام ساعه بساعه مع سعاده المحافظ عم نحطه بالاجواء. نعم. القرار بيرجع لسعادته، بس الاساس هو ظهور نتيجة 300 فحص البي سي ار وانتهاء 300 فحص البي سي ار اللي انعملوا وانتهاء الترصد الوبائي لبقية المخالطين. من خلالكم، من خلال الإعلام، من خلال تلفزيون لبنان، بدنا نطلب من أهلنا التأكيد على عدم التجول، التأكيد على التزام بالكمامة وين ما كانوا، مش بس بالغبيري. اليوم بأي منطقة لبنانية جزء من وقف هيدا التفشي. نعم. للوباء هو التزام المعايير اللي أصدرتها وزارة الصحة وكل المنظمات الدولية من ناحية وضع كمامة، غسل اليدين، عدم الاختلاط، عدم التجمعات، يعرف الواحد حاله كيف عم بيعقم ببيته عائلته. هيدا الأساس، وقال لك شو ما عملنا إجراءات وقد ما كبر الفريق وقد ما كانت قدرة البلديات تعجز قدام تفشي وباء في استهتار من المصاب أو استهتار من مخالط لمصاب. رئيس، يعني اذا بدك تسمح لي بالختام، يعني انتم مطلوب منكم كبلديه تتابعوا، تواكبوا، تنظموا، تكونوا عين مراقب يعني لكل المصابين لحتى يلتزموا بالحجر. ولكن ماذا لو 300 لا سمح الله كان فيهم نتائج ايجابيه عاليه؟ انتم عندكم استعداد، عندكم امكانيات كبلديه، ولا رح تطلبوا المساعده والعون من وزاره الصحه او غيرها؟ نحن كبلدية بالتنسيق مع كل الجمعيات مهيئين لهيدي الحالات. مهيئين، صرنا 3 أشهر 4 أشهر عم نشتغل بموضوع الكورونا، فرقنا جاهزة، العديد موجود، القدرات موجودة. إن شاء الله شو ما بتصير الحالة حنقدر نستوعبها ونضلنا نضبطها ونتابعها إن شاء الله. بس بالأخير في قدرات لكل العالم، إذا المجتمع اللي نحن منصاب أو اللي مختلطين ما بدهم هن يكونوا مساعدين. القدرات موجودة، بس بترجع نجاح أي خطة هو المجتمع والحي اللي فيه إصابات قديش هو بده يتفاعل ويتحمل مسؤولية معنا، لأنه آخر شيء هذا وباء أصاب العالم كله، والعالم كله ما قدر اليوم عمل له كنترول. نعم.
فبالتالي لازم المجتمع هو يكون الاساس بمساعده البلديه. رئيس قديش بدها وقت لتطلع نتائج البي سي ار من هلا؟ ان شاء الله اليوم عشيه بيطلع جزء كبير منهم، في جزء اليوم يمكن عم ينعمل الصبح، او في كمان جزء انعمل امبارح بعد الظهر، ان شاء الله بده يتاخر يمكن لبكره صباحا. بس هولي كلياتهم كل ما صار عندنا نتائج هي بتقدر تعطي مؤشر للنتائج او الحاله ووضعها. نحن وانت على تواصل دائم، شكرا لك معنا الخليل رئيس بلديه الغبيلي. شكرا لحضرتك للاضاءه، وشكرا عم تفسحوا مجال توعيه من خلال الاعلام لهذا الموضوع. نحن حدك رئيس دائما، شكرا لك. شكرا. شكرا سيدي. اصدقائي نحن لهون بنوصل للختام، ختام مشاكل وحلول، مع التذكير انه كورونا مش مسحة، انتبهوا يا جماعة وحاولوا قدر المستطاع انكم تتوخوا الحذر لحتى نقدر بوفق الارشادات انه نبعد كورونا عنا، وهذا هو المهم. بشكركم، بشكر متابعتكم، والشكر بيكون للمخرجة سلام المعلم خليفي اللي رافقتنا اليوم. بنلتقي بكرة معكم بحلقة جديدة، الى اللقاء.